قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرحكهما بغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ولم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ودرها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وكان حدنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خردا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين السلفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني